انت مع تعديل الدستور ولا ضد؟ مع تعديل الدستور حضرتك، عشان كل حاجه كويسه شايفينها هي بتتعمل، وكل حاجه الحمد لله تمام، امن كويس، كل حاجه كويسه، وحتى الحياه بقت نظيفه شويه عن الاول. لا دلوقتي بقى في شغل وفي حركه غير الاول، اول خالص ما كانش في شغل. مع تعديل الدستور واحنا مفادين الراس في كل حاجه يعملها. موافق على تعديل الدستور 100%. انا مع تعديل الدستور ويسيبوا الناس الراجل يشتغل والدنيا تشتغل والدنيا تمشي. مع تعديل الدستور. مع تعديل الدستور. مع تعديل الدستور لان الدستور ده لصالح البلد. طبعا مع الدستور عشان خاطر التغيير اللي حصل في البلد والحاجات الكويسه. لان الاخ السيسي ده اللي عمله في فتره بسيطه مسكها ما فيش رئيس عمله من 30 سنه فاتوا. لانه الراجل بصراحه ما بيقعد، وعمال يلف في البلاد مش قاعد يعني زي غيره. عمل لنا معاش وعمل لنا معاش يعني عمل لنا علاج وعمل لنا على نفقات الدوله. عمل خير وعمل قبض حلو وعمل حاجات حلوه. عامل معاشات لناس كتير قوي. المشاريع الواحد بيشوفها والحاجات دي كلها اكيد يعني هتعم علينا وعلى الجيل ان شاء الله اللي طالع. بيبص لمصلحه البلد وبرضه باصص للشعب. كفايه الامان اللي احنا فيه. اي واحد دلوقتي بيمشي في البلد وهو مش كايف. الدنيا بقت احسن من الاول بكتير جدا. النهارده دلوقتي بقى في امان، في ناس بتعرف تمشي وبتروح على الاقل بيوتها بسلام، لكن الاول ما كانش فيها اي حاجه خالص. الحمد لله بقت دلوقتي في امن وامان، غير المشاريع، غير الطرق، غير الكباري، غير المزارع السمكيه، غير الوحدات السكنيه اللي بتتبني. انا مع تعديل الدستور. خد ناس من عشويات نقلهم في منطقه تانية. اكبر مشروع عمله العاصمه الجديده. هي لمت الناس كلها وشغلتهم ديت العاصمه الاداريه وعمل حاجات كتير بصراحه. الحاجات الكويسه اللي هو عاملها اللي هي بتاعه القافله بتاعه الصح والسكان ديت دي كويسه، انه يكشفوا على الناس مجانا. رسيل اللي عمال يتقضى عليهم في البلد اللي كان شغال بقاله دلوقتي بقاله سنين شغال بدا يتقضى عليه. كل حاجه الراجل بيعملها صح. عمال يبني في مدن ويعمل في مساكن وعمال يعمل في طرق وفي كباري وربنا معاه. واحنا كلنا معاه في اي حاجه بيعملها، اكيد هو بيعمل الصح وعارف البلد ماشيه ازاي. واحنا كلتنا معاه بقلبنا وبدمنا بكل حاجه.